كل عاشق الرياضه برنامجكم اليومي جديد الخميس سبعة نوفمبر 2024 عشرين عشرين عشرين. مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس نجم وين ما كنتو في تونس الكبرى من خلال الفريكونس انترنا 36.9 تشاهدونا ايضا بالصوت والصورة في اللايف ستريمينج تلقاوها بداية تسويت على قناتنا في يوتيوب سونغون تشاهدونا بالصوت والصورة برشا مواضيع في الحصة نتاعنا اليوم باش نحكيو على اكيد الاهم قائمه المنتخب يعني التونسي بالشانها او قاعد يعلن فيها دي. في اللحظات هذه بدأ الندوه الصحفيه القيس يعقوب في مقر الجامعه بعد شويه يكون معنا صديقنا احمد الصالحي من مقر الجامعه ناخذ اكثر تفاصيل على الليستة الأولى القيس اليعقوبي في قيادته للمنتخب التونسي أيضا نحكي أيضا على الموضوع اللي شغل شوية الشارع التونسي هذه موضوع انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والحسين جنايح وكذلك بلال الفضيلي زوز أسامي ظهرت للسطح خلال الفترة الأخيرة باش في هذا الكل من توا حتى نصفنا نصف ونصف مع ضيوفنا اليوم مختار دبوس مرحبا مرحبا بك سلام مرحبا بجميع ضيوفك ومتابعين راديو مسك سي علي مرحبا مرحبا بك مرحبا بالحضور مرحبا بمستمعي ومشاهدي إذاعة مسك شكرا لك سي علي الكعبي أيضا محمد الحاج علي مرحبا محمد مرحبا بك سلام ومرحبا باللي فينا الكل شنو الأمور؟ الحمد لله لاباس ما انت على وسائل وسهلا اهلا بك سلام مرحبا بالضيوف شوف اليوم شميز وحط مختار حط مختار قال لي اليوم جيب شميزات <applause> <applause> كلمني قال لي مش قلت لي هكا مختار اي <applause> لبسنا حانوت <applause> مرحبا بك سلام مرحبا مستمعين راديو مسك باهي باش نبداو المواضيع نتاعنا بموضوع انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم دونك حسب لجنة التصفية بالجامعة التونسية زكاة حسين جنايح للدخول في الانتخابات هذه والبارحة العضو الجامعي السابق المسؤول السابق في النادي الافريقي وكذلك اولمبيك الكاف بلال الفضيل قدم مطلب من اجل الحصول على تزكية المكتب الجامعي ما نعرفوش وين الامور هذه الكل بعد ما قدمت الجامعة اسم حسين جنيح قبل تقريبا أسبوع من موعد تقديم آخر أجل تقديم الملفات اللي هو يوم 12 نوفمبر خلينا ناخذ أكثر تفاصيل من عند مختار دبوس اللي هو ظهر البارح تقدم بالملف نتاع بلال فضيلي والمطلب هذا نتاع الترشح. إي صحيح كنا قدمنا المطلب الترشح للجامعة مطلب التزكية هذه للجامعة التونسية لكرة القدم. الحقيقة كانوا مشكورين قبلونا المطلب بكل أريحية مكتب الضابط كان موجود ومن بعد قمنا بإعلام وزارة الشباب والرياضة في شخص سيد وزير الشباب والرياضة اللي كونه سيد بلال الفضيلي يعتزم الترشح للعضوية المكتب التنفيذي وطالب تسكية المكتب الجامعي <applause> هنا إسلام باش نحكيه على ثلاثة محاور أساسية المحور الأولاني هو المكتب اللجنة لجنة التسوية وقوانين الكاف المحور الثاني السيد حسين جنيح والمحور الثالث هوك حاليا خل الحلقة الأخرانية باعتباره جاء في الأخير السيد بلال الفضيلي هنا <applause> وقت اللي نبداو نحكيو سلام يذول اللي كنا مقتنعين اللي كونوا كورتنا نحبوا نصلحوها ونحبوا ننظفوها ونحبوا 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 ما قاعدين نراو في حتى سلاح وحتى علاش؟ هي سهله اسم السيد كمال يدير ولا ال الاخوان اللي معاه راهم راهم فما حتى زوز توانسة يختلفوا في نظافة اليد نتاعهم. تعليه الممارسات هذه اللي تخليني انا نشك ونحكي. انت وقت اللي انت وقت تخدم بالرعواني ما حاسبني تحاسبني كي نخمم بالرعواني. واضح؟ اتوجيك يجي بعد. انت هنا كجامعة أنت وقت اللي حليت وقت اللي عندك وقت اللي نويت أنت كجامعة باش تقول رانا ماذا بينا شكون يمثلنا وتعرف نعانيو برشا في كون ما عندناش شكون يمثلنا في الكاف. ماذا بينا شكون يضرب على تونس بل ما عادش فما ما عادش فما عباد. هنا اش يصير؟ خويا عندك شايل من زمان تقول رانا نعتزمه كجامعة باش نقدموا تسكية. على كل من تتوفر فيه الشروط الشكليه والقانونيه والظروف وكذا وعنده لم... الامكانيات وعنده كذا وعنده شكون وراه يا خويا في كنف الشفافية في كنف الشفافية خويا رانا نهار خمسة آه، نوفمبر حد اخر آه، تاريخ نحب شكون يحب يترشح نهار ستة وقت اللي بلال فضيل يصب ما عادش يتصنتوا حد لا يتصنتوا لمسك مسك لا يا لا موزايك لا غيره ما عادش حد خويا مو هبطنا بيه. اكثر من كيك هبط وانت خذيت نهار خمسه جاء سي حسين جنيح وحده وخذا الجامعه ما عادش عندها ملفات اخرين عندها حسين جنايح وين المشكل زادت انت تصورت حاجات ما عندها حتى قيمه راهو فيها في باج الفيدراسيون يا خويا ما عندك مصور خويا انت وسي حسين جنايح راهو حدث مهم برشا يصير مره في السنين خويا تسلم عليه تمد له الوريقه لعبيت تصور لعبه كل ترا معناش اشكاليه لا مع حسين جناح اللي راه في روح روحه الكفاءه باش يمثل الكره التونسيه راهو بالسير هذا كل ما صارش في الوقت هذاك علاش ما صارش اللي بتجي <تصفح> يقول والله ما نعرف هذا ما من بعد انت تدخل ما قلت لك انا تو واني نخمم رواني اذا كان انت تصرفت كما من راسك ما عادش تحاسبني انا انا ولا غيري ولا غيري كيفاش باش يخمم انا هنا كي نجي ما تعملش هذوما الكل ما تعملش ونسمو العباد مش ثابته تم طيب فما حتى قناه رسميه ولا حاجه خرج قال لنا راهو بالعكس خرج السيد الشادي الرحباني وقت اللي هو قاعد ي... معناه يحكي في اللي بلاتو اللي كونه عنا مشاكل في الجامعه وعنا مشاكل ماليه وما يعرفش وقتها من ممكن كان السيد كمال يدير حضر التسكية متاع السيد حسين جنية حتى السيد الرحباني ما كانش في بالو بها هنا باش تعدي المحور الثاني اللي هو السيد حسين جنيح انت وقت اللي تم وقت اللي سالوك ويسروا هو السيد ذول الرحباني هو اللي قاعد يخرج برشا يحكي وقت اللي تسال وانت تقول راهو فما فساد وفما سوء تعامل في الجامعه وفما فلوس ما فماش وفما من كنا نحكيه على 90 مليار اصبحنا مسالين في 12 مليار ما شفت ما بيناتهم فما 100 مليار توا ما زلنا ما نعلموش عليهم وين اه وتقول فما فساد وشكون الفساد مصدره؟ هو مكتب جامعي القديم اللي هو نتيجته عدد واحد في الحبس وعدد اثنين فما فساد تقوم بتكريمه باش يمشي للمكتب التنفيذي بعد هنا ولينا نحكيه على خزعبلات الحقيقه نتاع ربي معنا اخرج انت راهو سيد حسين جنيح ما احترامي ليه راهو ما عندي ما شيء راهو مش بالضروره راني نكون نكون عندي حكم مسبق ما اختها انت تو أه اتهمته بالفساد ما فما حد شيء لا لا ما اتهمتوش هو ما اتهمتوش آه انا نحن فما حقائق لا ما نجموش نعديو معناتها حاجه كيما هكا لا طوح. انا فسرت لك شو السيد الرحباني فما فلوس مش موجودة اي لازمنا نعرفوها وين الفلوس هذوما في انا نعطيك في اونشينمون راهو سلام لازمك تتبعني الفلوس في عهد شكون كانت مش موجوده فعد وديع الجريح حسين جنيح وصف جلاير، غير وغير وغير واضح ولا اسك من المعقول انت كلجنه تسويه توا فهذا ذوما اخويا تجيبهم تقول لهم وين الفلوس حسب رايك اذا اعطينا اجا شوف حتى تبقى بعدهم بعدهم اخويا بعدهم صحيح، غايبهم يا سيدي اه تكرمهم بالطريقه هذه ما تنجمش اون إذا اجا اخويا اجا اخويا نعملوا المقارنه سيتي مقارنه ما بين زوج شخصيات هذوما بلال فضيلي مش انا اليوم راني جاي ومانيش محامي على بلال فضيلي راه لا اكثر محامي تو انت على بلال فضيلي لا لا انا نحكي لا لا ما تدخلنيش في بلال فضيلي انا نحكي على وضعيه كره قدم التونسي ما بديتش به بلال خليته في الحلقه الاخرى وبلال الفضيلي هو هو تو تحبوا يجيبوا تو يحكي على روحه اولا تعدى بجميع المسؤوليات داخل رابطه الهاويه المحترفه آه شد الكاف آه في النادي الافريقي في الـ في الـ في الجامعه آه اللي تخيلوا المراكز في الكاف عنده خبره كبيره في الكاف رغم صغر سنه هنا نروحوا سين جنيه من طوال أمشي للجامعه ما تعديش مصحيح مصحيح هذو عمل عمل دي كوميسيون في الكاف في حسين جنيه مش لا عم... لا عمل م... عمل 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 عم... تقريب لجنه المنتخب م... لجنة, لجنه كاس افريقيا اللي... في المسابقات. وفي كاس افريقيا بتاع لي جون عمل كان موجود سامحني ماتر اه. كان موجود في مصر شوف باش نقول لك حاجه اه. ماتر اول حاجه انا راي اتهاماتك زايده للناس كل صريخ والناس كلها هزت الفلوس كل قلت سراق عد... لا لا قلت قلت لا خلي لا قلت فساد يا ماتر هذا فساد يا اخي ما لا 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 شوية عاد ماتر خلينا نتفاعل معاه خاطر اتهامات يعني كبيرة وقلت الناس كل فساد فساد في الحبس على على, على الامور المادية الراجل ربي خلص وحلو عندك الحق تقول الفلوس فين مشات ومفروض لهنا متر يطلع سي كمال يدير ويوضح الامور ما بين سي وديع اش خلى خاطر في واحد سي وديع الفلوس موجوده سي هو يبدو لي فما قاعد يصير تدقيق على الاموال هذه مازال فهد متر تبعني انا كنت موجود في الجامعه حتى نهار عشرين اوت الفلوس موجوده كانت مع سي وديع كي خرج سي وديع الفلوس ثم سو تصرف ما ثماش ما نعرفش انا ما نجمش نحكم خاطر الامور هذه انا امور فنيه لكن اللي نقوله لك وناكده لك ماتر لي الناس كلها تخلص في وقتها والامور واضحه كل شيء تشد سي وديع الامور ما تفهم مفروض لهنا يخرج سي آه سي كمال ويصير تدقيق ويعطي كل واحد حقه يا آه لكن بالنسبه سي جنيح نقول لك راجل محترم راجل نظيف لكن الغلطه وين نتاع نتاع سي... الجامعه ولا الهيئة التسويه سي اللي ما عطاتش حق سي بلال الفضيلي خويا انت انا نحط كما عملت في الاداره الفنيه جيت نحب نطلب مدير فني متر عطيت عتي... شروط انت كسي بالأحسن ملوش شروط تقدم سي سي الحاج وتقدم المتر ونختار واحد هكاك اعمل طلب انت عرض اخوي ويجي سي جنيح ويجي سي سي ويقدموا كل واحد دوسي ونحطه في الطاولة هذه الشفافية وهذا النظام اللي تمشي به العباد أما نجي أنا نهار اللي يعطي سي بلال يلقى روحه ديجا تسكي طارت في السماء معقول هذا هاتي حق العباد مش معقول اللي صار البارح بالنسبة لي أنا وأنا موافقك اللي قاعدين مريناش تصليح مريناش إصلاحات قعدنا بريسك في الشيء وال... والنور شفافية والخدمة تحت الطاولة هي بيتها شنو اللي تغير؟ ما تغير شيء ولا متفق معاك في نحن الموضوع نحن لا بلال الفضيل يقدم مطلبه ف... راهو صارت قبل تعرف هذه راهو سامحني في الكلمه مع حروبات راهو سرقه صارت عام 2004 انا اقول سرقه هذه سرقه ستانفول حق الرجل سرقوه تم تسكيت سيد علي علو سيد سليم علو عام 2004 حموده من تسكيت سيد ومن بعد تم التراجع فيها ومدوها السيد سليم شيبوب عام 2004 رينا# رينا الحرب اللي صارت ما بين طارق بوشماوي ودي الجري سلي معلوله مريضة سي سليم أيه. علول قعد مريض هذيك سي قعد مريض اكثر من شهر ونص وهو ملاعب في الفرش هذه هذه صارت 2004 نحن نو نحن موجودين تو بلال فضيلي موجوده لاجال مازال جمعه جمعه وراه شفت الاجال ثم نهار 12 نهار 12 نوفمبر نهار 12 ينجم يمشي الصباح سواء تعدى حسين أيه. ولا بلال يمشي الصباح يصبوا لا دات في باكل باكل واحد وفات الحكايه ما فماش ما فماش علاش الزربه هذه نحن هنا اغزولي ديما نحكيو أه انت انت كجامعه خلينا خويا نخموا معاك بنظافه ما تخليناش نخموا معاك بحاجات بالحق الحقيقه توا انا باش نخمم برير بونسي شو هو الحاجه اللي تخلي اللي تخلي ما يتمش اعلان على على التسكي هذه اولا دو دو انا توا باش نخمم لك العواني تعرف العباد تحكي توا العلاقه فما سياسيه بين كمال يدير وحسين جنيح كانوا فرد حزب يقال خليني نخمم دخلت حتى فيها السياسه هي سي نورمال قال لك فما 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 امكانيه يكونوا كانوا فرد حزب ينتمي ليه الباجي القائد السياسي اي لا كلامك صحيح كانوا فرد حزب يا سيدي ما كنت تحبني نخمم مريقل كان عملت هذايا وانت فرد حزب وعملت المراحل هذه اللي كنت نحكي عليها انا راني ما خليني نخمم فيه خويا بلال الفضيل يجي روتار كان راقد قام منا نهار سته يحب يعمل يحير اسمه لا هنا خويا موجودين بلال الفضيل يقدم ما على الجامعة على سلاح الوضعية يا خويا صلح الوضعية وحط زوز ملفات قدام حط زوز ملفات هنا راهو اذا كان ابرامو توا سيد لا لا فماش لا لا فماش 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 الجامعة تراس فماش شنو معناتها نبعث الكاف اليوم اليوم قول له بعثت حسين جنايح قول له غدوه بطلت ايه بطل سي نورمال بطلت لا لا سامحني اخي لعبه هي مالا هذا اسمعني خويا ما ما, ما تلومش بلال الفضيلي في القيام بجرايته القانونيه ايه معاك هذه حاجه مستحيل كان بعثت الكونديتاتور واذا كان حسين باش تقول لها لا بطلت مستحيل مختار ينجم يمشي مثلا للتاس ولا حاجه من النوع هذا اي سي نورمال يمشي للمحكمه الاداريه يمشي للتاس ويمشي راس الفيفا وفما الاعضاء نتاع اللي تو يتبعوا في انا اللي تابعين الفيفا اللي صلحوا في كره قدم اللي فيهم عظم الكاف زياده إيه مش باش هذه يظهر لي ما فيهاش شروط يقول مم. لك انا اخترت فلان حساب فلان معناها ما فماش قوانين ولا شروط تضبط شكون يمشي لا شكون لا دي. لا لا, لا, عم إيه؟ مثلا نتفكر قبل كي وديع الجري قال لك حط روحي تركبوا شمامي معناتها مع ما عملش حتى بروسيدور هو ما حابس تلقاه يعمل هو ما قدمش خلينا ناخذ منه هو الاجابه هو ما قدمش ترى ماتر قول أمور, امور قانونيه ماتر لا لا امور قانونيه القانونيه جزيزية. اللي قدم اللي قدم في الحاله تكون لنا رئيس جامعه قدم هاي علي القعبي يحب يتدخل حاجه عاديه مكتب جامعة زكي طيب. انا حاليا تاني طيب مش نستناو أه الجامعه غلطت تصلح غلطتها قلت ما صلحتش ما صلحتش هنا عند القرار عند سيد بلال الفضيل اذا كان بلال الفضيل هنا راه اسمعني فما قناعات فما قناعات هو اصلا نحكيه على السيد حسين الجنيه مع احترامنا ليه ورانا باش نحكيه عليه ما عندنا حتى شيء وغدو نجم يمشي للكاف لكن انت زاد جامعة ما خممتش استشر جمعيات يا اخي ما تراجع تراجع هنا تقولك لك انا تو حسين جنيح 15 سنين نتحاربوا في بطوله هنا باش يدافع عليا في الكاف داي 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 ولا الافريقي كيفاش يمشي لا 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 يمشي لا, لا حق زاد الجامعه زاد باش تشاور الجمعيات لا مختار باش ما تحتكرش كلمه واحده كان نسمعوا مروان انت تعرفوا برشا السيد حسين جنيح خدمت معاه برشا أه باش مختار تقريبا فما شويه من الناس فما شويه تقزيم لحسين الجنايح لكن ما ننساش اللي عنده خبره كبيره سواء في في افريقيا والا في في تونس في التسيير الرياضي معناها زاد حسين الجنايح بون كل واحد نحب نعطيه حقه هذه شهاده من الدين سليم شفت انا بالنسبه لي معناتها ما عنديش فكره كبيره على بلال الفضيلي وماذا بينا معناتها زوز باش يمثلوا تونس مش اليوم من حقه مختار يقول لك انا باش يدافع على الفضيلي مي راهو باش نعطيو معناتها حق حسين جنيح مش اليوم راهو باش ن... باش ن... ن... معناتها نفضلوا الفضيلي وباش نتهموا حسين بالفساد معناتها ذي حاجه ما تجيش ماذا بينا زوج ما قالش فساد هو الماتر ما قالش فساد ما قالش فساد عاد ما نحطوش الراجل ما نحطوش سامحني قال فما فساد معناتها قال فساد على المنظومه كامله هو على المنظومه ما قالش على سي جنيح الحقيقه انت سي قلت اتهمته بسرقه يتهموا بالفساد لا ليه لا لا ك... كمنظومه كمنظومه هو حكايه مش بديش نحكي كمنظومه كمنظومه اي انا جزء عبر على كلمة ذي إيه؟ خاطر انا ف... معناتها بالحق تعاملت مع حسين جنيح في النجم الرياضي الساحلي انسان يا اسلام يقول لك اخلاق عاليه ولا بروف اليوم هو حتى حت... ما تخرجش حتى تكلم مش تعرف ورزين كمسؤول مسير رياضي اليوم راهو تحب ولا تكره نحن عندنا رموز في التسيير الرياضي كيما قبل كان يعني بوشماوي سيدي شيبوب آه، وديع الجري معناتها الحقيقه آه، اليوم كي نسمع بحسين جنيح شرف كبير كتوانسه على المسيره الرياضيه اللي قام بها اي في النجم الرياضي الساحلي والمنتخب التونسي لو كي نحكي لك على مسؤول سي الرياضي واليوم ما شفت مشي حسين جنيح من النجم الرياضي الساحلي تراجعت النتائج نتاعو هذا كان يلعب خليه يكمل تعطيك بعد تعب على موقفك كما تحب خليه يكمل خلي المسير من. الرياضي اسلام مش حكيت يمشي يلعب ما ننقلوش دورة راجل زاد كيف لا كيف لا لا مهم كي يبدا مسؤول قوي زاد معناها اسلام اسلام راهو مش كل شيء ملعبي را انا وقت مشيت في الظروف نتاع النجم الرياضي الساحلي وهو قام كان بامتدابي النجم الرياضي الساحلي كان اقل من المتوسط قام بشويه انتدابات وعلاش قلت لك واليوم معناتها هاك شفت نتائج النجم الرياضي السي يعني مع حسين جنيح كانت معناتها معناتها نتائجه بالقاب سواء محليه ولا افريقيه معناتها يوريك الدول مسير معناتها رياضي انا من عندي انا من خيرة ما فما اليوم في تونس خاطر كي تجي تشوف سليم حتى المستوى المحلي الافريقي كنا كي نسافروا قبل الافريق حسين عنده علاقات كبيره علاش نقول له انا مش كان يعطي كور كي قدم لك الكونفور هو يعطيك الكونفور كملاعبي مش فايده يابط في التيران مش يلعب اليوم كنفور.

لا بروفا حسين عثمان جنيح بالمناسبه نحب نقولوا له معناتها ان شاء الله ربي يشفيك صحيح متبقى اسلام جوست برك راهو اليوم حسين كتقدم دا في دا دا را را كي تقدم للعضو المكتب التنفيذي للكاف المكتب الواحد راه ماهيش صدفه راه كي نحكي على كمسيره رياضيه فوق العشر سنين وعن أبر النجم الرياضي الساحلي اليوم كي تجي تشوف حسين في المنتخب وعكس شفت الظروف اللي خدم فيها وتراجع المردود مع اون جينيرال في تونس نتاع الكوره وفي كل شيء تلقى حسين جايح مع ودي الجري مترشح مرتين كوب دو موند مشى لكوب دافريك يصير عنده عنده علاقات كبيره حسين معناتها ماهيش صدفه انا نراها بالحق حق الواحد ياخذ حقه شهاده من الدين حتى من ما كانش موجود حسين جنيح مره برك الكوب دي مش مرتين مره الكوب دي مرتين مرتين وما تصفيات زاد التصفيات زاد نتاع ركيب ناسيونال بون انا باحتراماتي للفضيلي احنا كزوز توانسه اليوم باش يمثلوا تونس وسيكو حتى وحتى نرجع لك حتى في المنتخب اليوم مش ما ندوروش جماهير الرياضيه في الترجي ولا الافريقي واحنا شفنا حسين جنيح كي مشى للمنتخب فما ملاعبين معناتها ما فماش ملاعبين من النجم الرياضي الساحل، باش يوريك يخدم بصدق، الراجل يحب بلاده معناتها مش ما ندخلوش في الجهويات اليوم كل واحد جماهيره باش يحكي يقول لك حسين الاخر يمثل النادي الافريقي حسين جنايحكي كي كان في المنتخب ليه عليه سواح <applause> مش كيفاش ما يعيطوش جوارات المنتخب باش يخدم بصدق معناتها هذا شهاده مدين ما نقولها لك اسلام الحقيقه انسان متخلق انسان متربي شبعان وكو ما عندي مانجمنت ديف اكثر من هكا خلينا ناخذ رايك انت محمد في الموضوع بربي كلمه برك يعني مره مره كوب دي موند مره بيلال 2018 بيلي مره بيليل 2018 ما كنتش معنا حاجه اخرى راهو بالنسبة لي انا بالنسبه لنا كحكم كسي في حتى حد يشك في كحكم حكم. في <applause> انا انا كحكم تو هو ماشي باش يدافع على الحكام في الافريق ربي يوفقه حسين جنيه راهو سبب بنكبه التحكيم التونسي حسين جنيه يخرج يقول نعطينا بابو عياض واضح ابو عياض يعيط ويصيح ويقول هذا ابو عياض هذا مو بيتر أنا الحقيقة نتاع ربي زاد فما 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 شخصية إيه. لازم تكون متكونة أه أنا نحكي هكا شفنا بعد حسين أرزن في المكتب في المكتب الجامعي شفنا أرزن. شنو أه أه. يحب يسب مكتب الجامعي يسب الحكام؟ شنو؟ خلينا نسمعوا علي محمد. أوزو الإسلام أنا الموضوع توا حسين جناية الحقيقة أهم حاجة اللي فما توا في فيدراسيون جديدة الحقيقة قررت بش الماضي ماش عادش ترجع انا في هذه بركه مش نشك في حسين جنايح ولا حتى الميتر مقالش قالش معناها راهو سرق ولا حاجه لا قال. ما قلتش قال المنظومه اللي فاتت المنظومه اللي فاتت فسدت اه من, من بينهم فيها حسين جنايح صح اي معناتها على الجريح حسين جنيح ووصف جنايح وانا انت وين نحكي نحكي شنو تمشي وين يعني بعد انا ايه؟ انا كان سلام راني ما مشيتش هاني مشيت كل مره ايه؟ نحكي بربي دقيقه خلينا نحكي منظومة انا فيها انا فيها حكم كنت ونعرفك كيفاش تدير ونعرفها كيفاش تصير الماتشوات بربي مش نقعدوا نحكيوا عليها منظومه ما فيهم انا وحسين لا ذنب لي ولا الحسين لكن لازم نوريكوليو فما عباد اخرين لازم تخدم وتنفع الكره خلي كامل مقطع ما عادش تقص عليه انت معاهم سير ما على كي يقول لك انت معاهم اي وانت ما عنده حتى مشكلة ما ما عادش ترجع من ما ما الفلوس الغايبه عندي انا راه فاوين حشاك انا حاجه بركه اللي انت قررت باش تبدل يا خويا زيد عليه مش مش في قيمه حسين ولا ولا غيره مم بدلت سيء وفي حسين مشى مع المنظومه اللي فات كما مشاو الناس الكل خلي عباد اخرين تخدم هذا هو الاشكاليه فيه طيب معنيها معناها لهنا توا حسين جناية كما قال لك مروان معني حد ما ينكر في مسيرته وكل شيء مي تحب ولا ترك تسميت على المنظومه اللي فاتت وفي عهدك وفي وقتك وفي اللي يا اخي هو شو كان عامل المنظومه القديمه شو, شو, شو كان عامل شو كان عامل كان عامل هو مثلا شكون اعطيني ما... حاجه لي حسين جنيح كان معا معاهم في المنظومه هذيك شو قال لك انت شنو شكون قال يخدم نظيف هو ينجم انت تخدم سامحني في اي 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 ينجم انت معناتها اش علي باش نرجع معناها وديع برك كان بها عليها اليوم كي عندنا اليوم كي عندنا ما فيها باس يا سي علي هو اكثر واحد نجم يجاوبنا على حسين

نعرفوا والعائله نتاعها نعرفوا <applause> ايش جازيت الدنيا شكون اللي كان شكون شكك في نزات ولا سي علي سي شا. علي انا واحد من الناس ما نحكيش مع بعضنا سي علي اسمعني باش نعطيك الكلمه هذيك انت تو اكثر واحد معناها خدم معاه من المنظومه اللي تحكيو عليها هذا سي علي الكعبي <applause> <حاجة> كان كي... خدمت <applause> معاك ثلاث سنين سي علي ما نعرفوش شخصيا نحكي على المنظومه نتاع الجاليه حاجه اخرى هذيك حاجه اخرى سي علي عمر انت تو قلت خدمت مع حسين وتعرفوا هو خدم مع حسين خلي يعطي خلي يعطي اسمع سي علي مل... كي نحكي سي علي ما عم عمل هكا لا لا شنو نعمل هكا لا نعمل هكا اخي خذ جزاك هكا خلي نتكلم انا على السيد خلي نتكلم انا على السيد وحكي انت عليك حبش حاجه عمل هكا سيدي علي خاطر معناتها ماهيش نورمال كي تجبد اسم وديع الجاري كان هو عمل اللي عمل هكا مش على شخص حسين نحكي لك انت تو تو دخلنا في زنقه انت تو دخلتنا في زنقه تحكي الجاوية لا انت تو دخلتنا في زنقة قلش علينا نحن نهانا ولا المتر نتهمه في حسين جنايح بالفساد و و سيدي عثمان جنايح انت ما قبلنا اول حاجه ما عائله جنايح قبلي انا مشيت كذا سنين انا نعرفك سامحني عاد ما وين سامحني 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 سي علي ما قصيت عليك قصيت عليك انا سي علي من فضلك تكلمت عشان خليه يتكلم خليه يتكلم هو تو كان باش تحتكر انت ولدي وانا واش نحن ما تفضل سي علي نحكي باحترام نقدرك تقدرني سي علي كل واحد كلمة الكلمه تفضل خلينا انا بنقولك لك حاجه عائله جناية احنا نعرفها مليح والراجل حتى حد ما ينكر للمتر ولا اي واحد ينكر نظافه الراجل ونظافه الناس هذايا لكن لكن قال كلمه باهيه يا ولدي قال واحد خذاه حقه خويا بدلوا في الاصلاح منذ الناس جد سي, ل... سي, سي علي سي علي سي علي سي علي لهنا مثلا نهار اكزومبل انت كنت تخدم معهم المنظومه هذه انا نهار 20 اوت خلينا طيب. معناها اليوم انت ساري بعد ما عادش نشوفوك تخدم في, ما في كره القدم التونسيه بالكل علاش؟ هكا هذا قلت اه. معناها ايه على أنا حسين بعت جنيح. بعت خويا بعد انا 20 اوت خويا كنت راهو توي ملوح عند مدام ايناس وجبت روحي اليوم ما عادش نشوفوك ايه جبت روحي ما عادش نشوفوك بعد ما عادش نشوفوك اليوم في كره القدم التونسيه علاش غدوه نجم نكون في موجود في ليست اي هكا قلت حسين جناي ما عندوش حق لا ما قلتش ما عندوش حق سامحني قلت أنا كي نحب نصلحه ماذا بينا للقدم ما فيها باسكي ياخذوا راحه اش معنا... بيه معناها انت تو اليوم باش تاخذ راحه ما عادش انا ما اخذ راحة. راحه من نهار 20 نوت خذيت راحه ولا بيه. خلصت لا في فلوسي ولا حتى شيء ولا كان. طلبت ولا مشيت ولا حتى شيء فقط, فقط بعد اذنك سامحني سي علي خلينا نعطي نتاع المنتخب هبطت وبعد, وبعد تكمل الموضوع هذا تو بعد نرجع اللي عليها آه جارديان من الله من ميش من دحمان معز بن شريفيه العوده للمنتخب آه في المدافعين وجدي كشريده حمزه المثلوثي ياسين مريح علي اغرام منصور الطالبي نادر الغندري علي العابدي محمد امين الشيرني كيف كيف يعود للمنتخب في الوسط الياس الصغيري عيسى العيدوني محمد الحاج محمود حمزه رفيعه ادريس الميزوني حنبع المجبري محمد علي برمضان آه، في القدام في الهجوم عمر العيوني انس الحاج محمد سيف الله الطيف بلال ايت مالك ربيع الحمري اول دعوه ليه للمنتخب لاعب الاولمبي البيجي هيثم الجويني نبيل مقني اللاعب اللي عرفناه في منتخبات الشبلان يعود اليوم للمنتخب التونسي ايضا اول دعوه لمهاجم الاتحاد المنستيري حازم المستوري تو طيب بعد نعلقوا اكثر على القائمه هذه لكن خليك تكمل سي الفكره نتاعك عاد قلت لك واحد كي يخرج ما فيها باس يا اخو راه ما فيش حتى عيب الركيل رغم انه نحترمو جنايح راو الراجل خدم الكره التونسيه خدم في النجم الساحلي عنده الخبره وموجود راهو من قبل في الكاف في <applause> ع... مسابقات نتاع ليجان اعتقد <متحدث> موجود،, موجود موجود مؤكد هذا كان موجود موجود معنا في المنتخب التونسي اعتقد لكن... في لجنه تنظيم كاس افريقيا كاس افريقيا للشباب اقل من 20 عام في المغرب في, كان. في مصر كان, كان. في, المصر. في مصر في مصر وكان يعني. موجود معنا فهمتي <متحدث> ولا وجينا حتى اللي... اللور... وكان <applause> كوميسير يبدو لي في الفينال اعتقد الور اي الفينال هو اللي عمله نتاع آه. ال... في... في استاد القاهره الور رجل محترم من عائله محترمه حتى حد ما يشك في في نزات ولا في نظافته و و و لور نحن كي جبدنا ماذا بينا ما ندخلوش في المتاهات والمتاهات شكون دخلنا فيها سي اسلام مم. دخلنا فيها الجامعه دخلتنا في المتاهات دخلت هذه خلت الاعلام يتكلم خلت سي يتكلم خلت الماتر يتكلم كان جات الامور واضحه ونحطوا بالشفافيه فوق الطاوله الدوسيات راه ما صارش الكلام هذا والتشنج اللي صاير هذا حتى حد ما يشك في جنيح حتى حد ما يشك في بلال فضيل بلال فضيل خاطر متخبي ما يتكلمش وخاطر كذا وما عندوش ناس لا ما ياخذش حظه لا سيدي يحط هذا فوق الطاوله واللي يستاهل خويا مرحبا به شنو هي الاشكال؟ هاو الاشكال شكون اللي حطنا فيه الجامعه باش نقول له حاجه ها وخرجت سي, آه سي, 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 سي بن حسن مالوش تاج ويتكلم في التلفزه وقال طلبت بتنحيته هو وبتنحيت سليم بن عثمان وتنحيت الدكتور في البرنامج هو شكونو سي, سي بن حسن مالوش قال طلب تنحيته هو شكون هو سي حسين جاي آه. وطن وسي سليم بن عثمان ولا ولا الدكتور صحيح ولا مصحيح الدكتور سهيل الشملي ايه صحيح ولا مصحيح صحيح ايه يعني طلب تنحيتهم من الـ من الـ من الطاقم الفني نتاع الجامعه امم <applause> اور هو راجل منتخب ندور ندوروا على سي بلحسن نقول له كيفاش قلت هذا ما قلنا نعملوا سلاح يا تاج السلاح يكون خويا باحترام نبعد على روحي انا واحد من الناس ريت الجو واحده جبت سفيري خلي الناس اخرى تخدم في بلاصتي وكي... ناخذ وقتي وعلاش ح... بتروحك واحنا مستحقينك بالخبره نتاعك أه... تقول لي انت سامحني دقيقه تفضل تفضل تبارك الله نسمع فيك معناتها ماشيين نفس النمط انا وياك بالنسبه أه... أه... لحسين جنيح معناتها تبارك الله معناتها كيما سيدي علي يقول لك انسان حسين نظيف وخدم وانجازاته تاكد هذا الوقت اه؟ اللي يهز مع اه؟ نجم رياضي ساحلي ومسير رياضي عنده فوق العشر سنين اه؟ سامحني من عليش باش يرتاح؟ نقولك نقول لك علاش؟ علاش في بعض الاحيان واحد يرتاح خويا باش تخلي فرصه لغيرك وتخلي ناس تخدم اخرى اش بيه ثم كان على الكابي ولا ولا تاج ولا للمتر في كي يجيو بحذا سي سلام ولا سخن أشنو؟ هو ربنا من كلمة كلمة. شنو هو؟ هو بن جازيت وهرب لا ما ندخلوش هذا كيف كيف منظومه منظومه يا اسمع خليني نكمل لك بربي سيدي. تكلمت عاد تفضل تفضل. جاي من اخر الدنيا انا باش. تفضل تفضل. من اخر الدنيا. عندنا مواضيع اخرى. من باب الخير. عليه هو هما بيت لهنا. هنا. لها من وقتها عشان لهنا من الصعب على السنه كلمه واحده راهو سواء بلال ولا حسين مشاو للكار. راهو مش اليوم راهو تقصير التسكية باش يكون هذا مكتب تنفيذي تعرفش عنا في في اليونان في النور افريك عنا مصري ومغربي وتزيري لا مصري ومغربي طالعين, الفيفا. طالعين للفيفا وعنا ممثل تزيري ابو ريده والاقجع هكا طالعين للفيفا ما عادش ما عارش عندهم الحق يعني ي... يزكي يرشحوا واحد, واحد, من... واحد برك يتزكى وعنا زوز من الناس اللي يقولوا يقولوا كونه الممثل التونسي باش يتم مساندته من 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 المغرب, من المغرب باعتبار من امور ايطاليا مع الجزائر معنا هنا راهو برشا عبيد يبداو يحكيوا يقولوا قوه فلوس معنا مش نحكيوا على تدخل هاني قدمت وبلك شي تو لا لا راهو خدمه من اليوم حتى كشي المارس سواء سي حسين جنيح ولا سيبول بولا اذا كان الجامعه نعاود ونقول لها يا سيد كمال يدير راجع قراراتك وراه ما فيش شيء راهو مختار انا بالنسبه لي انا م. بالنسبه لي انا يراجع قراراته وما في حد شيء راجع <applause> خويا انك بعف كان ما بعفش والله نقول لك <applause> انا بعث اليوم بعد يبعث الكافي عاود يقول له اني يعني بطلت خويا حاجه تو فيها العسل انا ما فهمتهاش انا الحكايه لا صارت المشكله ما فيها عليها ولات فيها الخرجه من فما ضبابيه يا سيدي مش ما صارت المشكله ديما تصير ديما تصير صارت المشكله قلت لي قبل صارت حتى شيبوب وعلولو ما نفكرهاش لا 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 صار اما مش على البلاصه هذه راهو على اللجنه الاولمبيه نعطيك حاجه انا إيه اليوم نحكي ونحن توا قاعدين وشكون قالك فمش واحد واحد قاعد يصب في المطلب نتاعو راه ما تضبطش ما محلول العباد الكل ليه مش اليوم ليه نعرف لا الثلاثاء شكون قالك بعد غدوه فمش واحد اخر تاع ما انت اليوم علاش ما تدلو له تزكيه وما في باله حد السرعه الوين ونسمعوا في ثلاث اخبار راهو سيد حسين جنيح راهو تم تسكيته تعليش مش فما قنوات رسميه تخرج تتكلم فيها اي ماتر تو اوفيسيلمون بعثت معناها الفيدراسيون سي نورمال انا كان حسب المعلومه اللي عندي انا تعرف شنو انا حسين جنيح أنا, انا على حسب المعلومه اللي عندي انه مو حسين جنيح حسب المعلومات ما تبعثش في 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 اصلا الكلام تاعنا يبدو لي زايد حتى اللي يبدو لي زايد زايد مختار قال نجم قال نجم فما بروسيدور معناتها قال اي نجم يعملها ما نعرفش هذا انت نتصور ما تعرف اكثر نورمال حاجه عاديه بحط مو في أي حاجه اي قرار تاخذه اداره راه تنجم تعترض عليه المشكل ما فماش ديكريتير واضحين انا انا ما فماش قانون صحيح نمشي عليه انا اليوم انا والشوار نتاعي نحب هذاك اخي من نحب بذكر. لا واضح وتعرف وقتاش الكريتير يا اسلام تبعني يا خويا رانا نحن نحكيه وقت اللي بلال فضيلي ولا غير بلال فضيلي يحكي نظريا يا خويا علاش انا ما عطيتنيش قيمه لكن بلال فضيلي في الاجيال قدم مطلبه م. وعلم السلطه فهمتني بالمطلب هذاك اللي قدمه للجامعه هنا باش يحط الجامعه اون بيش باش يقول كقضاء باش يسائل الجامعه يقول اش بيك ما استنيتش انت نهار 12 والقضاء عنده امكانيه زاده باش نقدموا له قوانين الكاف هاي قوانين القاف في وهاو نهار 12 نجم يصير واه 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 نفرض البح بالفضائل مش مشكل القا... هو هذا خلينا نكمل نفرض البح في المحكمه الاداريه والانتخابات تاع وتمت... صار الكاف صارت ست... وتمت شنو تاع المحكمه الاداريه ما عندهاش سلطه انت لا لا, لا, تقنجها... لا انا بالنسبه لي انا ما لازمش زاد في القضاء التونسي بركه لازمنا نمسوا لي زاد نتاع الكاف والفيفا نعلموها تنجم تلعب مصالح تونس وقتها لا 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 اسمعني اسمعني ولي ما عادش عندك لا لا ما عادش عندنا لا لا ما عادش عندنا مصالح تونس في الشفافيه ما عادش حاجتنا شكون يمثلنا وقت اللي خرجنا به ومثلنا ما كانش فيه اجماع من العباد الكل حاجة انا بالنسبه لي انا, أو بالنسبة هو, لي مستحيل لو يعني. تلقى لي اجماع سواء بلال ولا ولا حسين كل حد عنده شكون يحب وكل حد عنده شكون وانا ضد زاد ريت برشا دي يقولوا يا سيد كمال يدير بلال اولى ولجمعيتنا انا ضد زادة الحكايه هذه لا لا م. فما دي خرجوا هكا لا ضد انا م. مش ولد جمعيتك لازمك تعطيه هاو سيدي ولد جمعيتك ما عطيتوش ربع حق حتى باش يقدم ترشح باهي كمل معاك خذاك من وقت انا جست ماتر نتصور معناها الكاف هذه باش تقول لك امور داخليه انت ما حليتش دو كونديداتور ولا ثلاثه ولا اربعه امورك انت إيه انا حشي بيك باش تبعث لي ممثل مي مم. م... معناها ريت حتى بعد البروسيدور في مشفاه ما مي عندها حتى دخل الكافر زماني حاجه بركه رانا كي نبداو نحكيو على مكتب جامعي منتخب لازم من الكاف تقول لك يا هذي هذا لكن هذه راهي لجنه التسويه راهو كل حاجه تعملها لازمها تراجع مم. اه راجعتهم وعندها ما يفيد اللي كونوا الفيفا قالت ميسالش ابعث ما غير ما تحل اه معك وقتها ما عادش نجموا نعملوا شيء لكن هنا نعرفوا هنا رانا اهم حاجه في كورتنا يا اسلام بربي بعدني انا وبعد حسين وبعد العباد كل جيب عباد جدد عبيد عباد جدد تخدم الكره وخلينا نتفرجوا خويا واضح باه بعد شويه كما قلت باش على القائمه تاع المنتخب الوطني التونسي فاصل الموسيقى وبعد نرجعوا نحكيو على ابرز ما جد فيه